السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، عسى كل بخير وصحة وسلامة. حياكم الله في الحلقة الثانية من لعبة مان اوف ميدل، إن شاء الله تكون نالت على إعجابكم الحلقة الأولى. إن شاء الله بتنال على إعجابكم الحلقة الثانية كذلك. طبعا آخر شيء وصلناه اللي هو يوم نزلوا إلى الطيارة، بس خلونا نعطيكم مقدمة سريع. آخر شيء إذا تتذكر نزلنا يوم قاصوا الشباب تحمسوا ودخلوا شغلات ما لها داعي او شغلات ما لهم دخل فيها واستكشفوا الطيارة، وكانت ايش اسمها فس اذا ما خاب ظني او فينس قالت لهم لا تلمسون الشغلات اللي تحت بما انها طيارة، ما يعرفون ايش السبب اللي طيحها. ودخلوا الجماعة تحمسوا وخذوا صور داخل وسيلفي واخذوا بعض الشغلات كتذكار، ويوم رجعوا الى السفينة او القارب قالت لهم بما انكم لمستوا هذه الشغلات انتوا كذا يعني سحبتوا أرواح معكم أو ناس ماتوا، يعني من السواليف هذه المرعبة. نشوف وش تصير معهم. صح صح يا ولد. واضح أن الحلقة هذه نار وشرار. وبسم الله يلا على بابك يا كريم. توني اقول ارواح ما اروح. اخس اخس كذا بداية. متى طلعوا؟ من وين اجوا؟ من هذا؟ لا اوه والله اني دريت، والله اني دريت. يرمي له الفلوس اجل. ها يرمي له الفلوس، هذا اللي كان صدم القارب بالغلط، مع انه غبرني هو اللي جاء صدمهم واعطوه فلوس، بس عرفت من نظرته. نزل الكمامة، نزل الكمامة، خل هذه تتكلم، هذه حكيمة نوعا ما، ابيها تتكلم. اوكي طيب، من البداية ليش تخليني اختار قدام فيش اثنين بيتكلمون؟ You just had to piss them off, didn't you? هذا المفروض ما يتكلم، هذا آخر واحد يتكلم. كيف اللي أعرف؟ God damn it. This is all my fault. إيه أعتذر. أعتذر ما لك كلمة. تخيل بعد يزعل ويعصب. بيزيد الطين بلة. ياهو. مش بتسوين يا قلبي؟ Hey, so good news, bad news. Bad news? I don't see how this could get any worse. The bad news is these are kind of maybe the fishermen I pissed off earlier. Oh god damn it, Conrad. Great, just great. And the good news? I recognize them. How was that good news? I thought you were gonna ask the good news first. You're such an idiot, Jesus. Hey. Alex, what are they gonna do to us? I don't even wanna know. I wanna get out of here. I'm in a lot of danger. اطلاق تقص، ايش تقص؟ هذا ما فهمته، خلنا نشوف. تقص يمكن نشوف يناظر. يب. You're gonna regret this, you piece of shit. You're gonna rot in a cell.
اوف قويه فلس والله. يا اخي ماوس وكيبورد ما يصير يا دائما انسى الكيبورد. I'll be back for you later. ودي اتفاهم مع هذا اللي جالس يرمي البيوت. Nobody knows you're out here, little lady. You're all alone with us now. Let's make the most of it. You can go fuck yourself, you piece of shit. You heard the little lady. واحد منهم دائما والله اكيد. يرمي مكان الفلوس اللي رماها. وقاحة. ماذا تريدون؟ What do you fuckers want? اخلص علينا. وش نهايتها؟ روح خلاص خلنا وقاحة. طيب stop please just stop slow down easy خصام تبا لك. اسكت لا تزيد تنبل. اسكت finish with it later. سكوت مرات خلصها من الموضوع. تب لك بيطلع من الجهة الثانية. مع ان ودي انه ينجلد. طيب اوكي المفروض كان اسوي اكشن كذا اعطيه تبل لك عشان اخرهم من هذا. لا لانه ما منه فايده هذا. انا داري او جيسس كونراد يستاهل ما جاء. ما شفتي وش سوى. Stop it, let her go. ما أصخر كل شوي بيسحب واحد. You bastards! Hey, lipstick. Shut the fuck up. Shut the fuck up. I don't think they're gonna hit her. They haven't hit Fliss. Fliss sure seems to be getting buddy buddy with them. Did you see my brother? تعال صح أخوه الدافور وينه؟ No, but I'm sure he's fine. These guys probably just want money or something. All right. ما زال يقول يبون فلوس. يا ابن الذين من ترامي لهم كنز قبل شوي. Don't let them see your hands. Once we get Julia back, maybe we can take them by surprise. Okay, they're coming. Surprise! إيش هو شايف كواك قبل شوي على الباب؟ واو surprise. Fuck! Motherfuckers! وش سووا؟ ليه ما روونا وش سووا فيها؟ Hey! Are you okay? What did they do to you? I'm fine. They didn't touch me. They asked about our parents. What? How much money they have. أها رهائن يعني يبون ياخذونهم رهائن. محترمين حاطين لهم مقص. We just have to wait and see what they want to do with us. خير يمسك واحد يقول لك كم أهلك بيدفعون لك أو كم معاهم أهلك. إيش؟ 5 6 7 8 seconds. The storm's 8 miles away. They came here on a boat. Maybe we can take it. Yeah. Yeah, it's a speedboat. The main guy here,
He's got a gun. If we play our cards right, we can catch him by surprise. Take him out. If you can distract them, I can sneak around to the speedboat. The dude with the gun won't even realize until I'm long gone. 7 seconds. I can get out through the window. We gotta break these off first. Too loud. They'll hear it. We're gonna break them during the thunder. Good call. I'll go through the window and get the boat. You guys, distract them. Conrad, just stay focused and get to the boat. Hello. Okay, let's do it. يطلع منا شيء والله. جاهز جاهز. والله أنا ضغط ما هو مني ترى. Conrad, just get to the boat. Okay. لا جذب جذب ما هو بتروح تطب عليهم يا الله يا الله you pretty stupid تكفى Conrad bring them downstairs تكفى بعيد take this Use it if you have to. تكفى والله على بالنا بسحبها تفيده بعدين. Sit down. Over there. You, right here. Sit. Now. Arrêtez bande de cons. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la ou je te mets mon poing dans la gueule. سأكل لكمات خذ لك ترجمة شوي لك عليها أوسن كم هي Which one of you is gonna tell me about this Manchurian goo دلع قدك دلع You fucking blew our best shot. We could have gotten the boat back and you blew it. Yeah. I get it. All right. Shut the fuck up. There is no harm in just talking. You want to talk? Keep the volume down. I'm just going to say it. Fliss has got to be in on this. She and these guys They travel in the same waters. She's the captain and they barely laid a hand on her? I bet you told them about the Manchurian gold. They're in cahoots. I can't believe what I'm hearing. I just lost everything I have and this is what you think? You're all in this together. This was a trap and you set us up. Yeah, asshole. Shit. Put a cork in it. والله اني اول ما وخرت يدي خلاص يدي ثابته sit still all of you وما صار شيء بس يغبني you come with me hey leave her alone اندمج مع القصه وانسى يدي اسحبها كذا ادرس
find out how long the storm is gonna last. If you try anything, anything fishy, and there'll be consequences. Get it? Duke of Milan requesting weather update. Over. Read you, everything okay? Over. Hey, just requesting any information about this storm you can give us? It's a little bit hairy out here. Over. Big storm coming in from the east. Gonna hit you pretty hard, but should pass through your coordinates within an hour. You sound a little stressed, Duke. Please let me know if you need assistance. Not used to a little weather freaking you out. لعبناها على الصمت، ما خلنا نتكلم يروح يسدح لنا واحد على طول. Everything's better when we help each other. How do you get that? Don't you? I don't know where he is. بس وين بيكون؟ We can't leave him down there. He could drown. We need to get him out of there. He's not safe. Brad, buddy, come out. Move. زابن الوحش. فضحنا. هذا سبب سقوط الطيارة. الظاهر انها everyone's still alive. ما عليك، الوضع تحت السيطرة. كان ممكن يموت واحد او اكثر. ما زلت محافظ عليهم، اموري طيبة يعني الحمد لله. بس بما ان وصلنا للسفينة هذه اللي كانوا يتكلمون عليها، اللي من المتوقع ان المدافع حقها يطيح الطيارة. Kind creature I am, I'd like to offer you some forewarning of what's to come. يا رجال. لا مفر من القدر. غدا عذر من انذر. لا 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 لا. Okay then. We will turn to the bard for inspiration. The Merchant of Venice, Act 2, Scene 7. The Prince of Morocco pulls a scroll from the eye of a skull and reads, All that glisters is not gold. Often have you heard that told. Yeah, man. Anyway, now that you've reached a point of significant distress, I presume you're eager to get back to your story. But here's a thing.
Everything may not be entirely as it seems. وش عندك؟ تم فتح ميزة جديدة أو ميزة خاصة. Probably shouldn't have said that. سوي المدرك الوضع هذا، ما عليكم منه. ما أدري السفينة هذه كان لمحت فيها مدافع، إذا كانت فيها مدافع يعني هي اللي سقطت الطيارة، ما أدري. بس هذا اللي كانوا يقولونه، في مدافع طيارة. إيه شكلها بارجة حربية ولا؟ ولا مكان الدخول هذا؟ جونيور، retire la tête de l'image. وش موديك هنا؟ سلم عليهم، هذه آخر لقطة تشوفها وهو حي. عشان عواصف ظاهر كلهم دخلوا. كيف ماتوا كل هذا؟ This whole place is a floating death trap. Hey, hey. مشيت زيادة على الزوم. Hey, على طول ناشب لي. Keep moving. طيب يا أخوي. الحين بتشوفون الولد الصغير هذاك يركض. يلا انا مستعد لقطات الخوف. يلا عليك والله اني قلت لك حبيبي ينفع اكون مخرج، اعرف متى الاوقات اللي يكون فيها المشاهد. Not sign up for a trip to Creeptown. Something about this place is making my hair stick up so far it's gonna jump out of my neck. لسه ما شفتش حاجة. في شيء دقيقة. ميلر. هل يمدينا نتعامل معه؟ اي شيء شله؟ لا. طيب على اليسار ما يمدينا ناظر. اوكي كويس، زيادة عدد، ما انهم جايين يخطفونكم ولكن زيادة عدد. واضح انهم كانوا ناويين ياخذونهم رهائن ويطلبون فلوس بس لم تزبط معهم وبتلشوا الحين معنا. مدينة طيب قل وش كان هذا؟ سوي اي رياكشن، ما في ولا كان شاف شيء. Awesome! You're in port to see! Okay, all of you into the room. دخل قبلنا طيب.
Hey, it's pitch black in here. Give us the light. سكر عليهم داخل الوسط. Oh. Thanks. Give us back. كويس. ولو يجيبون البيبسي هذاك اللي حطوه في القارب امس. What the hell is this fucking place? سفينة مهجورة، هؤلاء المخبولون ينتابهم الذعر. تخاف علينا يا اللي ما انت بخايف. بلا. Dude, even those meatheads seem spooked. You think this ship is the Manchurian gold? We are in the vicinity of those coordinates. اوه الذهب المنشوري هذا اللي يدورون عليه. We can't just sit around. We need a plan. Yeah. We're not exactly in the best position to be making any moves. براطمها مكبرينها شوي ولا؟ We gotta take advantage of it and get off the ship. طيب الوضع خطير هنا. خضوع لقد تأذيت. خير إن شاء الله تأذيت. استاهل مجاك. Yeah man, this whole rust bucket's one tetanus shot from the bottom of the ocean. We already tried to escape. Didn't exactly work out. They swiped our distributor cap. Gonna be difficult to get anywhere without it. فلنشغله. ما هو قطاع موزع الشرارة؟ من جد أنا ما فهمت. بس أتوقع هذا الشيء اللي يطلقونه عشان الإنقاذ. So, okay, what exactly is a distributor cap? Now pretend you're talking to someone who doesn't know anything about boats. يلا خلنا نشوف الجواب صح ولا لا. Well, the distributor cap is designed to distribute voltage from the coil to the correct rotor, which in turn, it's an essential part of the engine. We're not taking the Duke of Milan anywhere without it. والله جوابي شرق وهذا غرب. Or whatever they think they're gonna find in this floating coffin, we gotta take advantage and look around for a way out of here. أنا جاء على بالي إنه يكون فلير جن يطلقونها أو شيء كذا حد يشوفه من الإنقاذ أو شيء. طلع شيء جزء من المحرك، جزء من المحرك إيه. حرك. طيب. Fliss, I just wanted to say that I might have gotten things kind of wrong back there. Excuse me. I may have kind of prematurely come to the conclusion that maybe, you know, you're working some kind of side deal with these guys. Oh, you're متهمة. Whatever. But I mean, obviously that's not true. They're being just as bad to you as they are to us. So, yeah. Allow me to translate. He's saying that he's sorry. Well, I. Well, your apology is kinda accepted. اعتذر يا وسخ اعتذر. سريع سريع اتهمها. على اساس انها معهم يعني ومرتبة معهم. طيب خلينا نستكشف المكان نشوف وش موجود هنا وش موجود هنا. ظاهر المكان هذا يمديه ينكسر. او ينفتح. طيب حلو. Come on. Hey, look what I found over here. Come on. Sad. Give me a minute. I'm gonna see if I can get it off. طيب خلنا نشوف لك شيء يساعدك تفتحها ممكن نحصل شيء. وش هذا أنا؟ نظارة. Real creepy. نظارة صغيرة مرة يا ولد. Alright boss man. أكيد عرفت نظارة مين. خلاص 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 خلاص. Hey keep your eyes peeled for another opportunity. You feel me? Come take a look. عطنا رسالة وش تقول؟ وأنا الترجمة سريع. عشان اقول لكم تحكم والله ترى بايخ. يلا هاي بيبي دول نولها. مرحبا يا محبوبتي، اشتاق لك بشده. تبقى 3 أشهر على عطلتي التاليه لمقابلتك. 3 شهور كنت في راحه اليابسه مع الرفاق وشربنا بعض الشراب، ولكن لا تقلقي فانني اجهز كل شيء
لك إن كنت تفهمين مقصدي. طيب كيف يصير عملك؟ أتمنى من مديرك أن يدعك وشأنك، أعلم أنك قادر على الاعتناء بنفسك ولكن إن شاء الله بغض من هنا أنا بعيد. أوكي كلام ما له داعي أبدا من القصة، بس الظاهر أنه واحد كاتب رسالة للحب يقول لها أني مشتاق. السلام عليكم. وش بعد عندنا هنا؟ I wonder why this was ripped off. انتزعت هذه. وش اللي انتزعت؟ تحت الصورة اس اس وشي محذوف ما ادري. ان شاء الله يكون واضح، ما ادري اذا ازيد السطوع شوية. خلها 40، ايش رايكم؟ حفظ. تشوفون الاس اس اللي تحت؟ الباب. T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Va te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Trop du cul. Arrêtez ça. Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison? Charmant. On sera bientôt riche si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dis de faire? Il y a quelque chose qui cloche ici. Je sais pas, cet endroit est bizarre. Olson, on devait seulement les voir. كان من المفترض ان نسرقهم وحاس. C'est un fiole de merde qui pue la mort. Et on a des prisonniers? Ça va trop loin tout ça. Vos gueules. Fermez-la tous les deux. Ok. Je suis votre capitaine. Et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. كانوا ناويين يسرقون وبتلشوا معنا. خلنا نشوف هذا، ما زال ما فتح شيء. في شيء على الطاولة أتذكر. إيه. جريدة. What happened here? عصابة. كأني قريت العراق. جريمة إيش؟ قتل. يمكن قتل عام 1997 علماء آثار مفقودون في العراق. اختفى 24 عالم آثار بريطاني في جبال زاقروس في العراق، وتوصلت حملة هودغسون للمملكة في سبتمبر من العام الماضي لديها نصب عينيها هدف الكشف. ايش دخل العراق؟ ما ادري يا صاحبي ايش صار عليك. Any luck? I can't get it open. Hey. Come here. هنا اكيد بيطلب مني W ولا S. خلنا متحبس. يلا هالمرة. If we can bust it open, freedom. Whoa, we don't know where a vet like this would go. Wherever it leads, it can't be worse than here. You want me to just smash through this wall? Oh yeah, sure. Big man on campus. Someone should create a distraction. This is gonna be loud. Yeah, okay. Conrad, you do it. شلون؟ شلون يغطي الصوت؟ بيغني يعني الهاء سد الهاء ولا يطبل. Hey, yeah, you, Long John Silver and shit. Well, what are you guys doing out there? Pieces of eight and shiver me timbers, you one-legged fuck faces. Yeah, you smarmy varmints. Yeah, no, you. I'm gonna rip your pirate parrots off your shoulders and stomp them into rainbow-colored stew. Hey, hey. I'm warning you. I am an American citizen. You really want my president coming after you guys? Because he will. Fuck you. Each and every one of you, personally. Very, very personally. Hey, can you hear me? I'm talking to you. خلاص اتفهم. خلاص يا اخوي لسانك طويل. اوه كيف تفتح الباب الحين من جد هذاك؟ تبديل ايش؟ توار توار. ودي اشوف ايش توار. توار اي ابعد من النظر يعني عن توار. اوكي اس 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 اس
واو ابدا ما يبينون. واو ستوب. اساس ما يمديه يدخل يعني مع سلاح. Are we safe now? Look at that. I love what they've done the place. Come on. There's gotta be some stairs around here. طيب. مدينة ندخل هنا. اقلب اقلب. ليس لنا مداولة لجميع العناصر سوينا قواعد مهمة من الحاصل. ممنوع تحدث لعب الألعاب. يا رجال ممنوع الدخول الى مخزن 3A جديا لا احد. مخزن 3A كاتبها بخط يده والباقي كله كمبيوتر. 3A اوكي مخزن 3A لا تنسى. مفروض بعد ما روونا هالشيء يكون في عدة مخازن وتختصر الوقت يوم تعرف 3A. هذه فائدة الرسالة تكون. كلهم سحبوا علي ومشوا. اوكي في شيء هنا. And then there's the mystery of the smelly socks punching briefs. اوكي ما في شيء هنا. هذه غرفة ملابس الغسيل الظاهر. ملابس غسيل الملابس. أنا ما خفت قبل شوي. الأمور طيبة، الأمور طيبة. ما في شيء يخوف. أمشي يا ولد. يا. ما في شيء هناك؟ لا. أوكي. 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 شفت على اليمين ولا ما شفتوه؟ إذا ما شفته ارجع خمس ثواني. I just want to know where the hell they all went. There should have been dozens of people on board. Hundreds. طبعا ما راح تكون موجودة. And leave all of their stuff behind. Something doesn't add up. Okay. Okay. حركة حلوة والله. طق 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 طق. هذا هذا صوت الحالة. اوكي وين احنا؟ مكانك الحالي. اي والله من جد اني ادور وين النقطة هذه اللي تقول لك انت هنا. اوت ايش؟ اوت اوف باوندز. كارغو هولد. كارغو هولد 4 كا انجينير روم الظاهر. انجن انجن روم. غرفة المحرك. وستير ستير ما ادري وش ستير. وهنا بو صعب نعرف وين احنا. شو رايكم بالله الخريطة هذه تفيد بشيء؟ ما اشوف اي فائدة لها صراحة. طيب ها في شيء في شيء. دقيقة في مكان هنا. أي رسالة مرة ثانية. يكتب للحب رسالة وهو بالحمام. أنا ودي واحد يفسر وش صار في أخيرا سعودي للوطن. أوكي كانوا راجعين رحلة واحدة عبر المحيط الهادي وسعودي إليك والطفلين. لا أستطيع الانتظار. طيب معي هدايا. أنا سعيد على البر. لا يمكن الفرار وتجعل نستمر. الجو حار هنا ما في شيء. تم اكتشاف سر. وش هو السر؟ خطاب للوطن يذكر رؤية شخص على متن السفينة للأشباح. دقيقة نقراها مرة ثانية. ما في أي شيء يدل على الأشباح. معلش نقراها مرة ثانية.
أنا سعيد بعودتي في عرض البحر، إن الجو حار هنا أكثر من صيف مدريش على البر، ولا يمكنك الفرار من ذلك. كنت بخير لأن لدي خطاباتك لتجعلني أستمر. إنهم يراقبونها، وربما ذلك أفضل لأن الآخرين يسرقونها. من اللي يراقبونها؟ الأشباح. أوكي، مرت علي والله. إنهم يراقبونها. تيرين 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 تيرين. يعني كانوا فالينا، يعرفون ان في ناس او في اشباح في السفينة ومتعودين على الوضع. ويكتب رسالة بكل مودة. خلاص امشي 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 يا بنت الحلال. You hear that? اي والله سمعت. You mean the terrifying sound? Then no, I didn't hear it. You know you did? Was it something moving? Something moving would make that sound, sure. في طريق سيدي وفي طريق يمين. So freaked out. والله ما بالحال. It's okay. I'll protect you. سأحميك. انت احمي نفسك. اوكي الشباب هنا كويس، ما راح تصير لنا. Hello. Who are you talking to? But you don't hear that? The whispering. اي والله الهمس. I don't hear anything except this old junker wheezing and creaking. Oh, this is nice. انا حالي لسمع. Maybe everyone's hiding in the hold for a big surprise party. Big surprise. طيب وش لقينا؟ ما في شيء. طيب جماجم، خذ ليفل 3 ولا هذه ليفل 2. وش هذا؟ وش هذا؟ تعال تعال تعال. هذه حط الكشاف عشان يمسكها. ايش دخل يدك اليمين في يدك اليسار؟ ما ادري. طيب ما في شيء. اوكي. يوم الخميس. حضر الربان الشراب طوال الليلة، طوال الرحلة اللعينة. لا يوجد شيء مثل أن تبقى واعيا يجعلك تدرك مدى هدوء هذه السفينة. كان هناك ذلك الشجار بين الحمقى ويلسون وأندرسون مباشرة بعد بحارنا، ولكن قام فيرس بوقف هذا الشجار بسرعة. من وقتها أصبحت السفينة هادئة كمكان مقدس. ثم تحدثت مع رفيق ساعد في تعبئة السفينة، أو ساعدني في تعبئة السفينة، وأخبرني أنهم وضعوا في السفينة مجموعة من النعوش، وربما هذا ليس بالأمر القريب، لكنه قال إنه كان هناك شخص حريص على وضع النعوش في واحد من المخازن بشكل سليم، وهو يكون في أحد من المخازن. والله أن الترجمة رايح فيها دقة شديدة، ليست من صفات المبتدئين. طيب الظاهر انه 3A، كان 3A اذا ما خاب ظني هو مكان النعوش. دفعني لهذا للتفكير، من قد يكون داخل هذه الصناديق. الجمعة 13، اليوم اللي بعده. كان الشراب مقرفا، وقال بريز انه شارب الثمانة بعد 4 كواب، ولكني قلت ان هذا هراء كان مثل المياه القذرة. قال بريز انهم صنعوا بعض الشراب من بعض المؤن التي حملوها، سنتقابل لاحقا عند الساعة 6 في الطابق السفلي لتجربته. يوم السبت سمعت أن أحد الرفاق قد ألقى نظرة خاطفة على هذه الصناديق، ربما يمكنك مساعدتي حتى على الدخول لإلقاء نظرة. وضعت الخطة، يظن أنه بإمكانه مساعدتي على التسلل. سنلقي نظرة الليلة. من يوم ألقوا النظرة ما عاد كتب اليوم الثاني. خلاص confirmed. أو في تكملة يوم الأحد. حقك كنن ما ينفع والله تحقيقات. طيب اوكي، فشلت الخطة. اصيب الرجل الذي كان سيساعدني على الدخول الى المخزن بمرض. سبحان الله، يظن الطبيب فينلي انه يزيف المرض مما قد يكون حقيقيا، يعني يصرفه، يسوي نفسه مريض. بينما يقول ميلر ان هنالك سببا اخر، هنالك شيء قريب حول هذا المكان، المؤكد انني لا اريد اختلاق المشاكل معه. اليوم اللي بعده قال بيريز ان الشباب صنعوا مزيدا من الشراب، لست متحمسا للتسلل لتجربة البعض منه، ولكن ماذا سأفعل غير ذلك؟ اخبار الدفعة الجديدة اسوأ من التي سبقتها، لن انصت لأي فكرة يقولها بيريز مجددا. يوم السبت كنت في نوبة حراسة البارحة مع مدري وش اسمه، ولن انكر انه جعلني اشعر بالريبة. لقد انتابه الذهول وبدأ يهذي بالكلام عن رقيب يدعى جونز فقد في القابة، وظن أن جونز وطاقمه كانوا في الصناديق مسافرين إلى وطنهم مثلنا نحن الحمقى. طيب
كانوا مفقودين في القابة والحين صاروا جثث موجودة معنا بالسفينة. ولقيت نظرة خاطفة ويا لها من مفاجأة، كانت الصناديق كما قال الرجل في الميناء منسقة ومنظمة، وعلم الولايات المتحدة أعلى كل منها أو على كل منها. لو كان جونز هناك كان يشعر بالفخر. لم يكن العم سام الصالح ليتركنا هناك، وكان سيحرص على عودتنا جميعا. خط اليد حلو والله. طيب كيف أرجع؟ في تكملة يا إلهي، حضر الربان الشراب، حضر الربان الشراب. خلص خلص إن شاء الله أكون خلصت، ما طوفت شيء، معلش إذا طوفت شيء. نشيك على السريع بس نقلب الصفحات، مع أن ما عاد فيني حيل أقرأ، صرت بتكلم باللغة العربية الفصحى. الحين افتح يا قلبي، افتح افتح، شفنا ساعتك الحلوة. خلاص أوكي، هذا اللي قلب الصفحات. ليه ترجع؟ ليه ترجع؟ والله أنا ما ضغط شيء. ها ما في إلا صفحتين، إن شاء الله ما في غير صفحتين، لأنه يوم أضغط هذا يرجعني يسار، ولو أضغط اليسار يرجعني يسار. المهم نطلع نشوف. لا إله إلا الله، ضغط رجوع، في قلتش في اللعبة. المهم وين وصلنا؟ شيء هنا ولا هنا؟ ايوه في شيء هناك. ايه جينا للصور اللي تنبأنا بالمستقبل. تنبؤ، اعرض التنبؤ مرة ثانية. كان يضرب راس مين هذا ابو عين؟ اوح الحكيم يضرب الحكيم. يا اخي الكاميرا هاي يرحم امك، غير الزاوية. بما ان هذا كذا الحين بتجيك لقطة جميلة. يلا اوكي ما في شيء، ضيعت انا ضيعت، ما دريت من وين دخلت. طيب ما في شيء خلاص، اكره شيء عندي يوم اتوهق في غرفة ما اعرف وش اسوي. هذا ايش؟ مش الاي نفسه في شيء ثاني الظاهر على الطاولة، يمديني اخذه. ما في شيء، الكتاب قريناه ولفة على نفسي خد. بس يوم جيت هنا البنت تحركت، يعني تبيني اطلع يمكن من هنا. ما في باب ثاني، وين الباب؟ طيب يا راعي الكاميرا تكفى. اوكي عساها تطلع معي، لا يكون انا غلطت اجل، اذا ما طلعت اني غلطت لازم اروح من هناك يمكن، لانه في طريق كان سيده هناك عرفت، في كتاب هنا في النص. نبدأ نروح له. والله أنا اللي فهمته بما أنها ما طلعت، تعال الكتاب يمدينا يجيه من هنا. يلا خذ لك قصص ثانية. جون 20
طيب، حددت مناطق معينة تعاني من سهولة الكسر والشرخ في بعض أجزاء مخزن الحمولة واحد. كلفت عامل السفينة بإجراء عمليات الإصلاح اللازمة. نصحت القبطان بأن يتأنى بخاصة في الأجواء المضطربة، ستؤدي أي حركات عنيفة إلى تدمير مؤخرة السفينة. معلش، راحت علي الصفحة. تم اكتشاف سر سجل المهندس. يقولك سجل يعود المهندسين يصف عاصفة رعدية هوجاء وكيف أتلفت صواعق البرق الأنظمة. علقت السفينة في العاصفة الليلة التي انقطع فيها نداء الاستغاثة. اوكي، في جون 22. Engineer's log. We totally fucked. يقلب الصفحات الحالة، والله انه غابني. طيب، وشرخ سزادي حركاتني. طيب، يقول لك هذا 20. استجبت لشكوى ان بعض المعدات الالكترونية تعاني من العطال مؤخرا. اكتشفت نموا لأسلاك التماس حول بعض المكونات. قمت بتنظيف الحامات واضفت اليها رصاص، مما ادى الى اصلاح المعدات وتعطيل نمو أسلاك الالتماس. كان في التماس وصلحه. حل يا صبر الارض. جالس يقلب صفحات الحالة. أجريت فحصا شاملا أسبوعيا في غرفة المحرك على الوقود والزيوت والسوائل، واتضح أن هناك مستويات منخفضة من زيت الأسطوانات بشكل غير متوقع. نهبت العاملين في غرفة المحرك إلى بغرفة على الحرص دائما وإبلاغ المهندسين في حال نقص الضغط. تعرضت السفينة لعاصفة رعدية بدأت بعد منتصف الليل. تسببت صاعقة في انتقال العديد من الأقواس الكهربائية في الأسلاك على ظهر السفينة، مما ألحق الضرر بالسفينة. زادت سخونة الزيوت ودمرت بعض التوصيلات. وصلتني تقارير تشير أن المشاكل الرئيسية التي تسببت فيها العاصفة متعلقة بالمعدات الإلكترونية حاليا. من المحتمل أن أسلاك الالتماس لم تساعد في هذا الصدد. لم تكن هنالك تقارير تشير إلى الأضرار الهيكلية بالرغم من الأجواء المضطربة، ومع ذلك علي أن أعمل طوال الليل لإجراء تقييم كامل للأضرار. طيب، وين الغرفة اللي فيها الجثث؟ هذا اللي ودي أعرفه. وهذه ما زالت جالسة في الغرفة هذه، مدري وش منتظرة. لعل في باب هناك ما انتبهت له. اها، والله انها مقابلني. ايه، تحركت الحين يوم جيت هنا. بلا، وش استفدت من هذا المكان عزيز المخرج؟ هو في يا اخي الكاميرا والله مرة تعبانة. اوكي، تجمع الطاقم كامل. الهاربون الى الموت. بدينا. هذا لاخوياهم العصابة بس بيشوفونه يموت. صدقني يشوفونه يموت. هذا اللي قال له الكابتن. يا شيخ، حط الجزء من المحرك اللي شله من القارب. خلاص، هذه يقول لنا خذوها وشردوا. نساء الآن هي فرصتنا. ايش اللي توخي الحذر؟ روح يا رجال. You can watch my back. What do you think I've been doing? Okay. تم تهديد الألعاب. اوكي. اوف. اوكي.
Yo, Brad. What's up with that? Oh my god, will you wait? What should be that? Holy crap. تحذير بلس. هذا الكوري مدري صيني مدري وش شكله ياباني مع العصابة كان توقع اني شفته مع العصابة يب. واحد بس ولا اثنين؟ اثنين منهم هذا المشكلة. واحد ما تدش. J'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. تشتيت. تشتيت. خربت ابو تشتيت هيك شيء. All right. I see you. Come on. Step out. مفروض الهاء ايش فرق التشتيت والهاء انا اعرف نفس المعنى. او اللي هي شتته اللي هي. يعني إذا ضغط الهاء كان بيرميها بعيد. أنا توقعت بيرميها بعيد والله. What are we doing? I thought we were following them. We gotta keep our distance. This way we can get ahead of them. Let's hope it's faster. I got this. كانوا خمسة صاروا ثلاثة. يلا كل ما ينقصون كل ما يتفرقوا. بس للحين الوضع يعني زي الحلاوة ما في أي شيء في السفينة. خلنا نمشي معاهم ما فيني عاد ادور. What was that? You hear that? Maybe we hit an iceberg. Not funny. وش قال السخيف؟ ادري قط نكتة كذا ما لها داعي. سلام على اليسار منتظر لقطة تخو. يلا يلا لقطة يلا لقطة يلا يلا اشتقنا لقطات الرعب يلا يلا حطنا لقطة. I don't think so. لا لا ما جينا هنا. I swear we've been here before, Alex. Have you been leading us in circles? لا تحلفين يا بنت الحلال. ما شفت المطبخ هذا. بدت توسوس تهلوس. I'm thinking we gotta go through here. يا ولد وش صار في السفينة؟ عواصف تسوي كذا. سفينة ايش كبرى. What? What? There's something in here with us. Didn't you? I mean, did you hear anything? والله سمعت أنا. والله سمعت أنا. All right, well, we should keep moving. I know I saw something. It was moving in the shadows. Rats. Probably just rats. هذا اللي بالصورة شفناه. هذا اللي شفناه بالصورة اللي بيصيده أبو عين. على أساس إنه بيصيده أبو عين وبيدق راسه في مكان. أنا للحين المشكلة للحين حصلت ثلاث صور وكلها ولا واحد يعني شفته حقيقة يصير. We don't have a lot of options. It's got to be this way. Okay. No. This isn't working for me. What? Gross caskets and crappy chapels. أيوة. Not my scene, you know. أيوة وصلنا.
لا 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 استنكار. There's no such thing as ghosts. Ghosts? There are ghosts now? Well, no. There's no such thing as. Well, you know that, and I know that, but do the ghosts know that? وصلنا وصلنا يا جماعة. Listen, sure, it's freaky and it's disgusting and it's a little depraved, but they are just a bunch of dead bodies, and I'm sure they are going to stay dead. What is this? هذه الأعلام وهذه القصص اللي نقراها من الصبح. يلا افتح افتح يا مدير. Hey, Brain Carter. We got a name on this guy. And what are they even doing here? I don't think stuck on a ghost ship for all eternity sounds like a good plan, eh? Who cares where they're from or where they're going? تم اكتشاف سر. لوحة نحاسية تشير إلى اسم جندي. سبحان الله. They're dead and we're not, so let's keep it that way. طيب ما في افتح هذا كنز داخل يا جماعة الخير. Look at this one. Like for a kid or something. I don't want to know. Let's get out of here. خوال. Yes. Maybe that's little baby Dracula. Right there. And those are his parents and they're lying in the dirt from their native country. And then they all jump on Conrad and eat off his face. The end. والده كيف ثلاثة طيب؟ اوكي هذه امه وهذا ابوه بس الثالث مين؟ That's some serious locks in these caskets. من جد. Why would they be chained and locked? Well, that's one way to end a relationship. باقي واحد. ما تلاحظون في مصابيح كذا من اللي من تحت الارض تطلع. هذا الواحد مفتوح. افتح يا مدير. بسم الله. تم اكتشاف سر. أحد النعوش مفتوحة. الجثث داخل نعوش هجين من الجثث البشرية والغريبة الخارقة للطبيعة. أوكي. Look at this. It's insane. Is it even human? I mean, was it ever human? What is the deal with this place? That is some bad mojo, dude. Okay, leave. Now. Leave, leave, leave. علاقها كويسة ما زالت يعني. يتحرك النعش. هذه الغرفة ثلاثة مدري. Can we please hurry? I'm done sightseeing. Roger that. We gotta get Fliss. يا الله يتحكم ترى مرة يتحكم ما له داعي والله. لأن مع كل انعكاس للكاميرا لازم تغير. What the hell is making that sound? What sound? Whoa. Why so spick and span? نظافة. وجماجم. ورحت للمقابر شك. جتني الجماجم تواسيني. هنا الجماجم تواسيك. شكيت همي ودمه. لا تلمس. خش دمي يا مدير. هولي شيت مان. هولي شيت مان. سلامات اللي والله لا تدخل. اصبري اصبري يا بنت الحلال فيه رعب هنا مع هذا اللي جالس يتنفس. السلام عليكم. ويلا في ناظر فيني. يلا يلا ما فيه سوون له عملية وشوكة في بطنه ما ادري ايش. يلا تحرك حرك راسك تكفى. يلا باخذ لفة عليك. يلا نحاول نتوقع وش بيصير عشان نخفف لا لا لفة لفة هي بالحال لفة. أدري إنه في شيء مكتوب. لفة سخافة. Okay, so this guy had appendicitis, which is pretty routine, and then he died of a massive heart attack, which is not routine at all. مما يدل إنه شاف شيء يوقف القلب. مسكين. What the hell? Looks like he died of fright.
اي والله ما ترى. You can't see that. بدينا. المريض الدكتور ليه اللقطة جتني من هناك؟ بلا حركات يا مخرج بلا حركات. كوني. كوني. كونراد يدلعونه كوني. كوني where the fuck are you? أنا اسمي كوني يا شباب. تم تحديث الاتجاه. اتجاه وشو؟ سكين المطبخ. لم يعثر أليكس على شيء مفيد في المطبخ. Where is Conrad? He must have gone on ahead. Connie! نبه. احترس. Shh, quiet. I can shout if I want. Connie! Where the hell did he go? ما ادري ليه طلبت منها تسكت. ليه تسكت؟ اي عرفت ليه طلبت منها تسكت. جاني الجواب سريع سريع. شكله بينجلد هذا. اي لا كويس. Where are you taking me? Now why would I tell you? Tell me where we are going, damn it! صرت اتحكم بشخصية فلس الحين. في كل مرة يكرهوني التحكم أكثر وأكثر. في كل مرة. Be ready. Ready for what? Ready to take him out. Oh. Cram it. Keep moving. Ready for what? والله من جد مشتت الذيبان ما يدري. Ready للأشباح ولا ready لل. صاروا خايفين من شغلتين الحين. خايفين من الأشباح وخايفين من. الأصابع هذا لأنهم يأخذونهم ويحبسونهم. طيب الحين هذا الاثنين وهذا لك صاروا اثنين وكوني في النص ضايع. وخذ لك معلش والله تحكم اللعبة سوي لي. Look at this. قبعة مطبوع عليها كلمة ميدان. بقية الطباعة غير واضحة. ميدان هو جزء من اسم السفينة. ما أنا في ميدان. طيب عثرت فلس على قبة غمضان تحمل اسمه ينتهي بحرف غين وبعده ميدان. لو تذكرون اسم القارب حق البنت هذه فلس ما كان اسمها شيء في ميدان؟ في ترابط في الموضوع مدري ولا بديت أهلبس أنا. بس الشخصية اللي تحكم فيها تسمع الأصوات ولا كيف النظام؟ سلم يا مدير. Haven't we been here before? لا والله الشباب كلهم مهووسين. Shit man. Oh Christ. Oh Christ. That guy. That guy's probably still right here with us. I mean,
You die on a ship, your ghost stays on the ship. Come on. You have no idea what you're talking about. وش مخوفك يا قلبي؟ What do you think happened to this guy? Face looking like that. I don't know. Looks like nothing I've ever seen. I don't know what the fuck this is all about, but we gotta keep moving and find Olsen. Now. وش شفت يا قلبي؟ وش خوفك لهالدرجة؟ Olsen. Merde. Qu'est-ce que tu fais? شوف مثلا اللقطة هذه على طول. أوسا. كل ما جيت أتكلم أنا تجيني لقطة كذا خلاص ما أنا متكلم. خلنا نشوف الصورة يا خرا، خلنا نشوف الصورة. أخر تكفى خلنا نشوف التنبؤ. يا أخوي. طيب الشخصية الثانية ما يمديني أبدل بينها وبين هذه؟ ودي اتحكم براد. قريت فيه خيار عرض علاقة في الاسم كونر. اعتذرت مدريش وشكرت. طيب keep moving. خلاص يا اخوي ما ابي اشوف الصور. لا تدف يا ولد. برجع بشوف الصورة الحين. وش شاف؟ سي كوا سي بوردال؟ ليه؟ وش فيه؟ What just happened? I don't know. What the? What? راح انتحر صح؟ Hey, what? Come on, we should keep moving. دقيقة قبل فرد. بسلاح. هي خلنا نشوف الصورة. هذا يوم تخلينا نشوف الصورة يا كلب. حياك الله وبياك. يا هلا مرحبا. المدى القريب. طيب. أصلا التنبؤات كلها ما صارت. ما لها داعي. ما ادري اذا حد جرب اللعبه ولعبها شاف التنبؤات هذه منها فايده، لاني صراحه ما اشوف اي فايده للتنبؤات. كسرت حرف الايش اللي شت. طيب تفسير للي مات قبل شوي، مش خايفين ولا في اي ردة فعل ولا حتى تعبوا نفسهم كملوا الاتجاه وراء. شو وين راح وين مات؟ ياخذون السلاح. اوكي هذا المنظر، هذا المكان من جد شفناه من فوق. That can't be a good sign. لف على نفسهم. بس حلو نشوف الشحنات فيها. ما في اي جوع. طيب انا جعت. هذا اللي بنمسه ما كان شيء. Hey! Shut up! What are you doing? Jesus, what happened down here? Yo, ذكرني Battlefield هذا. Boston was for time. Glad it's here. What's صار الشعب؟
ويثبت الكاميرا على اتجاه واحد رحم والدي. خاله بالسكين. مخزن حمولة. اوكي انا في مخزن حمولة. يمدينا نكمل من هنا هنمشي؟ ما يمدي. سوي لكم المنظر اللي في الافلام دائما اللي ماسك كشاف يجي يحط الكشاف على الكاميرا كذا لقطة على السريع. بس ما تضبط معي. الظاهر بنجلس هنا 5 دقايق عشان نعرف المخرج وين. ايه هذا الباب. حلو. اوكي alright برو. ما شاء الله سكر وهو وين اختفت ويرجع يتسكر الباب من نفسه. Hey, are you sure you know where we're going? وينها اصلا؟ تكلم مين؟ فليس؟ فليس؟ هلو؟ فليس؟ فليس؟ Where'd you go? الحين صار كل واحد الحالة. صراحة حركة التقسيمات هذه وش تبي تاخذ رصاصة؟ يا اخي بلا استهبال بلا استهبال. وش المغزى من انك تاخذ رصاصة؟ Great. All these hallways look exactly alike. والابواب كلها تتسكر ورا بعض من نفسها. Hey. Fliss. Hey. Where were you? ايش في هذه؟ ايش صابها؟ والله اشك انها فلس. والله اني اشك انها فلس بس بنمشي معها. طيب ارمي اليكس. اسمه weird. رصاصة على اسمه. اوكي هذه التلميحة مباشرة جدا. جالسين نلف على بعض احنا كذا. بتسكر الباب من نفسه. ايش المسخرة يا هو؟ Are you absolutely sure? Shut up and keep moving. What? ايش فيه؟ توه منتحر. طيب البنت لحالها داخل. Just keep on moving. ياهو رصاصة عليها سمين الحين. هذا اللي منتحر. ياهو شوف الاسم. Damn. Hey, are you sure? How?
والله اللقطة هذه يا شباب قبل أنسى بس تذكرني بفيلم اسمه It's a good day to die أو شيء كذا تقريبا. فكرة الفيلم كذا سوي لكم دعاية على السريع. والله من أجمل الأفلام اللي شفتها إن في بنت جامعية كذا تقوم من النوم ونفس اليوم ينعاد عليها واحد يلحقها ويقتلها وتتم تشرد منها كل ما تموت ترجع تقوم من نفس السرير. الفكرة هذه مأخوذة من الفيلم واضح بس الحين ما في جثة. أوكي رجعنا مرة ثانية. اوكي جثة مين هي؟ والله الجوست بدأ يطقطق علينا. What? No, no, no. Alex? No! What? والله المعضل والله المعضل هف ابو واحد الله يفتح الباب من جديد. So now what? Now what? والله تعودنا يلا روح خلاص قلبت اوه تغير مكان دقيقة فناوت Who's that? Who's there? Get away. دقيقة دقيقة انا اخذت راحتي زيادة على الزوم صح؟ ساعة وعشرين دقيقة والله مرة كثير. لازم نوقف هنا ان شاء الله تكون الحلقة نالت اعجابكم واكتبوا لي بالله اذا في احد متابع ومتحمس الحلقة الجاية ياريت تكتبوا لي بالكومنت. شكرا على المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة الجاية. السلام عليكم.